مكثفا لقوات النظام. غطي راسك عند الساتر. انت من جنب الساتر. يعني كما ترون نحن نرافق أبطال الجيش الحر والمجاهدين المرابطين في جبهة حير الصفا. هالدعاءات كل يوم من قبل النظام ومن قبل قنوات هذا الإعلام السوري أنهم اقتحموا حير الصفا. طبعا حير الصفا من أكثر طبعا أحياء مدينة دير الزور اليوم ومن أكثر الجبهات اشتعالا، يعني جبهات القتال الفاصل بين المجاهدين وبين قوات النظام. طبعا نحن نرافق هؤلاء المجاهدين، يعطيكم العافيه يا شباب. طبعا نشكركم اليوم انكم سمحتم لنا ان نري العالم اجمع كذب وازور هذا النظام واعلام هذا النظام. يعني اليوم نحن بعد قليل سنكون على بعد امتار بسيطه فقط، نحن نرافقكم من خلال هذه الجوله الميدانيه. لو تخبرون عن الوضع الميداني وماذا تردون على كلام هذا النظام من خلال ادعاءاته بانه تقدم او سيطر على حير الصفا، تفضل اخي. يعني انت بما انكم من الشباب المجاهدين والمرابطين هنا في هذا الحي، ماذا تردون على هذا الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هاي الايام الفضيله احنا تعودنا انه على كذب النظام، يعني كل يوم عدى انه يقدم ويفجر ويحتل مناطق لنا. الحمد لله بعون الشباب، بعون رب العالمين وبنت الشباب، الهمه عاليه وكل ما بدهم يتحاولوا يتقدموا لنا عم نصدقهم. اكثر من شهر هاي العمليات هم يحاولوا يتسللون دباباتهم وعرباتهم وجيوشهم، والحمد لله همت الشباب همت المجاهدين الهمه عاليه ان شاء الله، كل عم نصد لهم اكثر واكثر. هسه بدي اخذك انه على نقطه اقرب من هاي النقطه وتشوف بعينك على هذا الشغل. طيب يعني انتم يعني ما هي معنوياتكم؟ يعني ونرى يعني بمقارنه بالاسلحه الموجوده لدى الجيش الحر والاسلحه الموجوده لدى قوات النظام، يعني لا توجد اي مقارنه ابدا. يعني ماذا تحب ان تقول اليوم معنويات الشباب والمجاهدين؟ اول شيء الرحمه على شهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا. اول شيء هذا هو سلاحنا. هو السلاح الاول هو لا اله الا الله محمد رسول الله. وثاني شيء هم يقاومون بدبابات، نحن نقاوم هذه البندقيه الاليه. وأقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني على الرغم من هذا الشيء يعني نرى تقدم من قبل المجاهدين والكل يعلم الإنجازات التي حققوها يعني في أحياء وعلى عدة جبهات في مدينة دير الزور. يعني إن شاء الله سوف نتابع إذا جولتنا مع هؤلاء المجاهدين والمرابطين. يعني لو يعني ما هي معنوياتكم اليوم ونحن في هذه الأيام الفضيلة، يعني أيام مباركة وصيام وحر شديد ويعني ربما يعني قلة في ربما في بثير أو في السلاح، يعني ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. معنويات الشباب عالية جدا جدا. نعم. يعني حد امبارح بالليل حاولوا يتسللون من نقطة قريبة منا. ورحنا صديناهم وعازرنا شبابنا بالنقطة اللي بسدنا. وهل استطعنا قتل واحد أو اثنين ما نقدر نحدد بالضبط منهم. وبعد يحاولون يعني يتقدمون هاي النقطة. يعني صديناهم عند مكان معين وبإذن الله احنا نتقدم باتجاه ان شاء الله بإذن الله. يعني راح نتابع جولتنا معاكم يا شباب وراح نكون على بعد امتار فقط عن قوات النظام ونكشف زور ويعني زور وكذب قنوات الاعلام وكذب هذا النظام. تابعونا من خلال طبعا نتابع جولتنا مع المجاهدين والمرابطين. يعني اخي مصعب، يعني لو تحدثنا عن هذا الوضع.
الميدان يعني بكل صراحة وكل شفافية من أجل الكل أن يعلم ذلك الأمر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللي الحمد لله رب العالمين، احنا ساتين في حي رصاخة، الوضع هنا ممتاز يعني، والحمد لله في تقدم يعني، حتى هذه المرة انه النظام الفاسق قال انه في تقدم في حي رصاخة. فهالشيء هذا كله كذب كذب لدرجة يعني، خلاص كله عبارة عن ما بيجي اي شيء، بالعكس الجاد لنا احنا قاعدين نتقدم عليهم. يعني هذا اكبر دليل انه اليوم طبعا هي نقاط خطيرة يعني، هي نقاط خطيرة يعني، ما اريد انه النظام الفاسق انه يكشفها. صحيح. فاريد ما اريد احد يعني بثور، فاحنا نعرفكم كتجارب، ما اريد انكم تصورون. نعم. فاحنا الوضع هنا الحمد لله ممتاز وفي حين تقدم يعني. يعني كما اخبرنا الاخ مصعب والمجاهدين المرابطون هنا، يعني لدرجة خطورة هذا الوضع اننا يعني نحمد الله انهم سمحوا لنا طبعا بالتصوير هنا، ولكن وعدناهم انه لن نقوم بالبث حتى يسمحوا لنا المجاهدين. طبعا ان شاء الله سوف نتابع جولتنا مع هؤلاء المجاهدين ونكشف زيف وكذب هذا النظام. ربنا السلام عليكم. وعليكم السلام. الناس عشرة، أسمعك أسمعك. الناس عشرة كيف تسمعها لأجل؟ أسمعك أسمعك أرسل. شو الوضع عندك؟ كيف الوضع؟ الحمد لله والله ما بأي تحركات. خليكم متابعين أخوتي. إن شاء الله إن شاء الله. يعطيك العافية أخي الكريم. وعليكم السلام. شلون وضعك؟ إن شاء الله جيد. والله الحمد لله تمام. إن شاء الله مرتاحين، ناقصكم شيء يعني وأنتم على بعد أمتار فقط عن قوات النظام؟ والله مرتاحين الحمد لله، وإن شاء الله نحن قاعدين وأنا نستناهم. نعم. إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله، يعني ناويين تتقدمون إن شاء الله ولا؟ إن شاء الله نتقدم عليهم ونرجعهم لآخر نقطة لهم. بإذن الله إن شاء بإذن الله. بإذن الله تعالى. يعطيك العافية أخي الكريم. يعني معنا أحد المجاهدين المرابطين هنا، يعني أمتار بسيطة فقط تفصلنا عن قوات النظام. يعني يا كريم، يعني كم نبعد الآن عن قوات النظام تقريبا؟ يعني هاي النقطة نقطة تماس تعتبر، يعني نقطة أولى، نقطة أولى خط أول. نعم. نقطة نعم. تماس يعني يبعدون عنا بس الشارع بينه وبينهم الشارع فقط، يعني هي أمتار بسيطة فقط. نعم. تبعدنا عن قوات النظام الحمد لله. يعطيك العافية أخي الكريم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يعافيك. أنا أيضا أنت مرابط هنا، يعني كما التقينا معكم منذ قليل ومع كل المجاهدين المرابطين هنا، يعني كما أخبرون الشباب أنه يفصل بيننا شارع. شارع فقط. نعم. ما هي معنوياتكم وأنتم مرابطون على بعد أمتار؟ يعني هل تضعون بالحسبان انسحاب أو تراجع؟ إن شاء الله بفضل الله تعالى لا تراجع ولا استسلام إن شاء الله. وبالنسبة للمعنويات الحمد لله معنويات أخوان المجاهدين بشكل عالي. نعم. وبثبات دائم. نعم. ونحاول التقدم إلى الأمام ونستبعد التراجع إلى الخلف إن شاء الله. طبعا يعني نطمئن إذن كل من يسأل عن جبهة حي الرصافة أن هناك رجال ومجاهدين مرابطين، وإن شاء الله يتصدون لأي محاولة اقتحام إن شاء الله. الحمد لله. يعطيك العافية أخي. الله يعافيك يا رب. هو المشكلة بيشغل الكشاف إنه تنادي أكثر من 4 مرات يا رب، يعني حتى أنت تشك إنه لا مو على الطلاقي هو. والله عاد هي نقطة الكشاف احنا حاطين عليها يعني صراحة من نخبة الشباب. بس أنا أقول لك تعب بالصراحة، هو التعب يعني قدر هذا الشيء، بس رغم التعب أنت مسؤول. هو احنا شو بدنا حسب المسؤولية انه مسؤول عن قطاع أرواح يعني. هو احنا بنعتبر هيك أي أخلاق، بنعتبر إنه الكشاف مو موجود، نعتبره مو موجود. نعم. وهذا بحالنا بعدين. هو الأصل بالمرابطين إنه كل إنسان يحمل مسؤوليته. يعني احنا ان شاء الله شوفوا يعني جاي كشاف، ودون كشاف ان شاء الله ما يقعدوا شو ولا يقتحمون ولا يتسللون ولا شيء. الكشاف يعتبر مساعده، احنا الكشاف مساعده انه انت
صدام نظرك هاي النقطة، ممكن تحدد لنا وين على الهدف؟ ساعد النقطة حدد العدد بما انه كاش انه اثنين ولا واحد او من اي بلكونة عدد او شيء. اما باذن الله ما يعني ما ان شاء الله لا تسلم ولا تقدم المرة الماضية. المرة الماضية الشباب تسللوا من نفس البناية الثانية، حاولوا انهم يتسلموا فيها منهم شيء ثلاثة وطعنوا كذا واحد هو الكشاف. بس مثل امس صار الاقتحام، الاقتحام صار عند الفجر تقريبا، حاولوا بالاربعة ونص خمسة اي تقريبا ففاتوا فخلاهم الوقوف وواعيهم، حكي مع الشباب قالوا لهم صاروا عند الباب، فالشباب ورا الباب مجهزين وهذا جاهز. قطعت المعلومة فتحوا عليهم النار من الباب وفتحوا عليهم النار من نقطة الكشاف للبي كي سي. فقلت له يمكن وقتها حق قائد الحملة لانه الشباب يسمعونه انه قتل قائد الحملة الشيعي. قتل المجاهد يا سيدي، ها يسمونه المجاهد، يقولون قتل المجاهد يا سيدي. هذا مجاهد ما نعرف جاينا يمكن من ايران، جاينا من حزب الله. حتى اذا مو زمد يعني من الشبيه الكلام يعني يحتمل عدة اشخاص، اما ان شاء الله باذن الله تعالى محاولات مهمه للشباب يعني هي مقبره لهم اكثر من اسلام ما راح. طبعا يعني كما قلنا اننا نرافق اليوم المجاهدين والشباب المرابطين في جبهه حي الرصافه، كما ذكرنا ادعاءات كثيرة وكلام كثير من قبل هذا النظام وقنوات الإعلام السوري أنهم تقدموا، طبعا استخدموا تعزيزات ومجموعات شيعية يعني الكل يعلم ذلك، معنا هؤلاء يعني جزء من المجاهدين المرابطين هنا في إحدى النقاط. يعني شباب كما تحدثنا منذ قليل يعني أخي أنت أحد المجاهدين هنا في هذا الحي، لو تحدثنا عن الوضع الميداني بشكل عام أو لو نحدد هذه النقطة بالذات وعن وضعكم كمجاهدين على الرغم من يعني كل الظروف والصعوبات ونحن في هذه الأيام الفضيلة والمباركة، يعني دخلنا في شهر رمضان إن شاء الله وأنتم الآن ترابطون على بعد يعني بسيط نفسكم عن قوات هذا النظام. والله يا أخي جزاكم الله خير أولا على تسليط الضوء على إخواننا المجاهدين بحي الرصافة. كما قلت النظام بث إشاعات كثيرة في قنواته الفاسدة على أنه استعاد حي الرصافة، طبعا هذا عاري عن الصحة جملة وتفصيلة. الشباب لله الحمد مرابطين قاموا بصد كل محاولات استعادة هذا الحي، كبدوا العدو لله الحمد خسائر فادحة في الأرواح. يوميا النظام يحاول أنه يريد استعادة هذا الحي بأي شكل، لكن لله الحمد المجاهدين له بالمرصاد، يستخدم ما شاء من التعزيزات ومن الميليشيات الشيعية ومن شبيحته وكلابه. نحن نثق إن شاء الله تعالى بنصر الله لنا، ونثق بهؤلاء الشباب الأبطال المجاهدين المرابطين في قطاع الرصافة، وإن شاء الله سيكون الرصافة مقبرة لهذا النظام كما كانت دير الزور وكما كانت جميع مدن سوريا الحبيبة مقابر لهذه الميليشيات. طبعا يعني حي الرصافة بالذات يعني له وضع خاص بالنسبة لأهل دير الزور من أيام مجزرة الرصافة. الآن يعني نحن في هذه الأيام الفضيلة، يعني ما هو وضع المجاهدين؟ والله المجاهدين من حيث المعنويات لله الحمد المعنويات عالية جدا، لأنه أظن لهم شهر عظيم، شهر الانتصارات، شهر رمضان المبارك. هم صيام وقيام لله جل وعلا، يدعون الله جل وعلا ويسألونه أن يحفهم بالنصر. هذا من حيث المعنويات. من حيث الوضع الخاص للرصافة هذا معلوم، وإن شاء الله تعالى ستكون كما قلنا معركة التي أطلق عليها الشهداء هذه المعارك في هذا القطاع، أطلق عليها الشباب معارك الثأر لدماء الشهداء. الثأر لدماء الشهداء هي جاءت ردا على المجزرة التي وقعت في حي الرصافة إن شاء الله تعالى، ولن نقبل بأن كل قطرة دم سفكت في هذا الحي من إخواننا ومن أهلنا سنجعلها إن شاء الله تعالى وبالا على هذا النظام بعشرات الجنود وعشرات الشبيحة والكلاب الذين استجلبهم من مرتزقة إيران وحزب الله إن شاء الله بإذن الله. ونقول له كلام على لسان المجاهدين، إن عدتم عدنا وجعلنا حي الرصافة لأعداء الله حصيرة. هذا كلام يفهمه ويعقله، وإن شاء الله تعالى لدينا مفاجآت عظيمة إن شاء الله خلال أيام بسيطة وسيرى منا ما يحبه. طيب نريد الحديث يعني اليوم هناك تخوف من التصوير في هذه الأماكن بالذات، يعني نريد التركيز على هذا الموضوع.
يعني لو يعني نريد أن يعلم الجميع يعني لماذا سبب هذا التخوف؟ السبب أخي تعرف أنه نحن في قطاع ملتهب. القطاع ملتهب، المعارك فيه مستمرة. أولا نخشى على حياة المجاهدين الإعلاميين، هؤلاء الجنود الخفيين، نسأل الله جل وعلا أن يحفظهم، لأنهم يبذلون طبعا مجهود يعني من خلف الكاميرات ومن خلف العدسات، ويسلطون الأضواء على أحوال المجاهدين، فنحن والله نخشى عليهم. هذا في المرتبة الأولى. ثانيا لضرورة العمل العسكري، لضرورة العمل العسكري يوجد بعض الأمور التي نتحفظ عليها على الإعلام. أي نعم، عن الإعلام إن شاء الله سنبثها، هي موثقة وسنبثها في وقتها إن شاء الله، وسيرى العالم كله ما يعني أفعال المجاهدين في حي الرصافة إن شاء الله. من أجل هذا فقط إن شاء الله. يعني نشكركم، يعني سمحتم لنا بالتصوير هنا في هذه الأماكن الخطيرة. طبعا يعني هذه إحدى الجولات، سنتابع إن شاء الله، تابعونا. هاي على أساس يحطون بها نقطة، ونقطة تصير على زاوية الشارع من الورق. هو أنا تمر على أساس إنه لازم يوقف الحط التنفذ مشان إذا صار التفاف أو يصير عندنا نقطة يقطن علينا. سهل بناية ما نقدر نركز فيها على طول. لا ما قلت مركز في حال إنه صار كذا أنا تقدر دافعون عنه. على أساس القطاع هذا مشغول، يعني كله مفتوح طلاقيات. لا هذا مفتوح، هذا حان جت عادي وحشة تزال. امبارح إذا شفت الشباب مختفوا أساس. هو جت عن البارحة على أساس إنه لازم تخلص هذا. هو نقطتين اضافيات، تعليم عزاوي وعزاوي. تمام خلاص، الصحية عند المناسبة. هاي بنات مصدر للجيش. ها مشاهدينا، في ختام جولاتنا الميدانية أترككم